فطاعة ولي الأمر تعصم من الاختلاف، طاعة ولي الأمر تعصم من الاختلاف، عصمة من الاختلاف. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن عند ظهورها، قال له صلى الله عليه وسلم قال: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أمر حذيفة عند ظهور الفتن أن يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، لأنه عصمة من الفتن، عصمة من الاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. الاختلاف شر والاتفاق رحمة. نعم.